انت متخيل يا مؤمن ان اللي قدامك ده فيديو من ايطاليا؟ الناس بتاكل من الشارع، يعني بتطلع من الزبالة وتاكل. بص بص بص، دي طماطم دي ولا ايه دي؟ طماطم اهي، اه طماطم، وجايبين شنط اهم، اجانب اهم قدامك. يعني انت متخيل ان اللي انت شايفه ده من ايطاليا، مش من مصر، مش من اي دولة عربية اهو، ولا اي دولة افريقية. ايطاليا قدامك اهي. اقسم بالله الفيديو ده لو كان من مصر كان زمانك دلوقتي شايف الدلاديل والخونة والمشردين اللي عايشين بره البلد، عمالين يتكلموا، عمالين يهبهبوا، والحق والسيسي جوع الناس، بياكلوا من الزبالة، فين الأمم المتحدة؟ فين مش عارفة مجلس الأمن؟ فين حموم الإنسان؟ بص أهو من إيطاليا، سبحان الله، أهو إيطاليا قدامك أهو، لا من مصر، أهو أهو قدامك. يعني منظر، وأظن إيطاليا دولة أوروبية واتحاد أوروبي بقى، ومش عارفة، بيقول لك عيلة القوم زي ما هم بيقولوا الكلام ده، أهو قدام حضرتك، سبحان الله. والله العظيم لو من مصر كان زمان الدنيا قايمة دلوقتي، قايمة، محدش عارف يوقفها.